بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنبدأ مراجعة الدرس الصف الثالث فيزيون توازيام النين، وهنبدأ نراجع ناخد كل حلقة واحدة كده بسرعة وناخدها على سريع مع بعض. تعالوا نشوف الصفحة الأولانية بتقول لنا إيه لبعض الكلمات المهمة، وطبعا إحنا خدناها قبل كده ودرسناها، فهنراجع الكلمات بتاعتنا واحدة واحدة كده ونشوفها عندنا على أساس نبقى عارفينها واخدين بالنا منها وطبعا متعودين عليها على إننا خدناها في كتاب ميرسي قبل كده. استكمالا للكلمات دي عندنا هنا أهو، في طبعا الاسبار الرياضه واليو المكان اللي انا بمارس فيه رياضه، والاكيبمون اللي هي طبعا الايه المعدات او الادوات، ودي مهمه جدا برضو لابد اكون واخد بالي واريها مره واثنين وثلاثه. وما تنساش طبعا القواعد الموجوده عندنا تقراها بالتفصيل وتاخد بالك منها كويس جدا، وحروف الجر اللي بتيجي مع فير وجوال. بتكمل هنا حرف الجر الجاي طبعا مع فيرب فير، وطبعا ما ننسوش ان ايمي وادوري وبريفيري وديتستي وفولوار لو جو منفيين قبل فير ما بغيرش ادوات التجزئه. تمام، دي المواقف هنقراها بعنايه ونبدا نخش بقى في حل درسنا صفحه 131. صفحه 131 عندنا القطعه اللي قدامنا بتقول ايه شغلات، بتقول انا بمارس كل الرياضات الفرديه وبمارس رياضه على الايقاع الموسيقي 3 مرات اسبوعيا في صاله الالعاب بتاعه الحي، وهذه الرياضه تسمح لي ان احافظ على الفورمه الكويسه بتاعتي، وبحب ان انا اسمع موسيقى عندما امارس الرياضه، وبتدرب كل يوم ما عدا يوم الحد. اما بريجيت بتقول انا بعشق بقى الرياضه الفرديه وبمارس المشي يعني في الحديقه في ساعه مبكره لكي لا اسمن او اتخن، وبمارس الجوجينج مع والدي، بمارس الجوجينج الجري مع والدي كل صباح. طيب تعالوا بقى نشوفوا اللي احنا الام بيقول ايه. بيقول كل الناس يجب ان تمارس الرياضه لكي تحافظ على صحتها الجيده، وغالبيه الناس بيمارسوا الرياضات العنيفه الفي تي تي طبعا، البوكس، الكاراتيه، الاسكالاد، سالور دون دول انرجي، ده بيديهم طبعا طاقه واحاسيس جديده، وانا طبعا اميز او بؤيد هذا النوع من الرياضه خاصه رياضه ركوب الدراجات. بالنسبه بريجيت بتمارس الجوجينج اللي هو الجري مع والديها طبعا، افيكسي بارون مع والديها. بريجيت بتمارس رياضتها المفضلة ام بلانير في الهواء الطلق طبعا. شارلوت بتمارس طبعا رياضة الرقص على الايقاع الموسيقي او التمارين على الايقاعات الموسيقية. اما بريجيت بتمارس الجوجينج بتقول كل يوم طبعا، ده بالنسبة لبريجيت. في الصفحة اللي بعدها ستانا كوتشير، ده بحث عن ايه؟ طبعا عن الرياضة عامة. الان بيمارس طبعا رياضة عنيفة. في القطعة التانية انا بحب الرياضات المائية خاصة السباحة، انها رياضة فردية وموتيفو يعني مشوقة ومحمسة او محفزة، وانا بمارس هذه الرياضة منذ 4 سنوات في نادي نيسا، وبتدرب 3 ايام اسبوعيا، كل مرة انا بتدرب عادة 3 ساعات، ولكن هذه الايام انا بقضي 6 ساعات في التدريب لاني بستعد لبطولة فرنسا في اغسطس 2020. مدربي بيكون لطيف وانا هو بيشجعني دايما بور فيغ دوسبور لممارسة هذه الرياضة. طبعا انا بحتاج مايو دو بان زي البحر، هذه الرياضة بتكون شيقة عن الرياضات العنيفة، وانا بنصحك بممارسة هذه الرياضة انها مهمة للجسم، والسباحة بتساعدنا في الحفاظ على جسمنا السليم او شكلنا السليم. مريوم بتنصح لينا بايه؟ بانها طبعا تمارس الرياضه. طب البطوله القوميه هتعقد فين؟ في الصيف طبعا في يوليو، عشان نمارس السباحه يلزم طبعا زي البحر. مريوم بتمارس رياضه طبعا رياضه مائيه، اما الان مريوم بتقضي 6 ساعات في التدريب طبعا لانها بتستعد للبطوله. مريوم بتستعد لبطوله فرنسا طبعا.
اللي بعدها في فوديو مونداي انت بتسأل صديقك عن ميوله الرياضية، بتقول له اي رياضة انت تمارس. اما في رقم 14 انت بتمارس رياضة تزلج، فبتقول انا بمارس السكي طبعا اللي هو التزلج على الجليد. انت بتسأل صديقك عن رأيه عن رياضة، فبتقول له ايه كي بون سوتي، ما رأيك في الفي تي تي لرياضة ركوب الدراجات في الأماكن الوعرة. أنت بتشير لميعاد ومكان التدريب، فبتقول طبعا في النادي الساعة 9. أنت بتشرح المدرب بيعمل إيه، طبعا هو بيدرب الفريق داخل صفحة 133. بعدها طبعا صديقك بيسألك أين أنت تمارس الفي تي تي، فبتقول له في الجبل طبعا. طبعا عارفين ان هو بيمارس دايما في الطرق الوعره، يا في الجبل يا في الريف. طيب انت بتستعلم عن معدات السباحه، فطبعا بتقول ماذا يلزم لممارسه السباحه اللي هي اخر واحد. طيب انت بتشيل رياضه مائيه، فبتقول طبعا يجب لها زي بحر. طبعا الاولى طبعا هناخد فيها عشان بعدها دو، اما اللي بعدها نوزي موفير دي هوكي. تاخد بالنا ان كلمة اوكي او هوكي ده مبدوءة بحرف ساكن وليس متحرك. طبعا سي سبور، سبور مذكر. لوجروب طبعا بتعامل معاملة الضمير هو، فهناخد في. انا بقضي يومي على باتينوار في ساحة التزلج. كاليد توني كيب، طبعا كيب مؤنث بس مبدوءة بحرف متحرك هتاخد طون. اللي بعدها بوركوا فيتي سبور، لماذا تمارس الرياضة. اللي بعدها اكتيفيتي سبورتيف فيتي باكل طبعا اللي هي افيك اس جمع المؤنث. ماري بتمارس او، لان جوي بتاخد حرف الجر اه بعدها، وباسكت هنا مذكر. جينيفي با دو ناتاسيون، دو ناتاسيون لان الجملة منفية. ماسير براتيك، خلنا براتيك ليه، لان بعدها اداة معرفة، الباقي دايما بياخدوا حرف ايه جر او اداة تجزئة. وبريفير طبعا متصرفة مع الجمع. السباحة بتكون اكثر بعد سي صفة مفرد مذكر هناخد موتيفون، اما الاخيرة هناخد كومبياندو يعني كم مرة انت بتتدرب في كل الايام. بعد كده الدرس التاني برضو هنقرا كلماته سريعا ونراجعها ونشوف كلماته ماشيه ازاي عندنا، وما ننساش طبعا التعبير عن الملكيه، وما ننساش ضمائر المفعول المباشر والغير مباشر. برضو هنركز على القواعد. الامتحان اللي قدامنا ده بعض النصائح للاعب الدولي محمد صلاح في للاعيبه كره القدم المبتدئه في الفريق الانجليزي ليفربول. عشان تكون لاعب جيد، اتدرب جيدا قبل المباراة، اتبع تعاليم المدرب، احترم خطة المباراة وقواعد اللعب، لا تكن لا فردي لا أناني ولا عنيف أثناء المباراة، احترم طبعا قرارات الحكم طوال 90 دقيقة. طبعا أثناء الفترات الراحة ما بين الماتشين كن هادئا واشرب قليلا من الماء، استمع إلى نصائح المدرب. بعد المباراة كن راضيا عن النتيجة. دي تمام، قول لنفسك دي مش آخر مباراة في حالة ال اسمها ايه الخسارة. سيري لما طبعا سلم على الحكم واللعيبة بتاعت فريق الخصم. بعد المباراة كن راضيا عن نتيجة المباراة، وكلنا عايشين الواقع ده دلوقت. ليفربول ده فريق انجليزي، ماتش كرة القدم بيستمر 90 دقيقة اللي هي ساعة ونص. الحكم طبعا بيدرب اللاعبين. طبعا بين الشوطين يجب ان احنا نشرب قليلا من الماء ونشرب ماء. محمد صلاح بينصح اللاعبين انهم يتدربوا جيدا. بعد كده بيقول مرحبا على مدونتي، اهلا بكم جميعا، انا جوليان بو، عندي 17 سنة، بذهب الى مدرسة الثانوية سان مارتا في اليوم دون مفهمي في عيلتي اوني. احنا بنكون 5 اشخاص، مي بارون والدي واختي بريجيت، مون بيتي فرير واخويا الصغير فينسون، وانا بالتاكيد طبعا اوني ان فامي ايبر سبورتيف، احنا عيله رياضيه جدا. والدي بيلعب كره قدم عندما يكون فاضي، والدتي بتمارس بانتظام التنس، هي مدربه لفريق التنس بتاع مدينه ليون. اختي طبعا بتكون سباحه محترفه وهي بطله فرنسا مرتين 2021. فينسو بقى بيلعب فولي وهو مازال عنده 5 سنين. انا بلعب هاند بول طبعا، وبتدرب 3 مرات في الاسبوع سبت واثنين واربع. في المستقبل بحب اكون طيار عشان اجول او اتجول في العالم. وانت ايه رياضتك المفضلة؟
جوليان عنده طبعا اخ واخت. طبعا احنا قلنا الاب بتاع جوليان بيمارس رياضه كلاسيك قديمه طبعا او تقليديه. لممارسه الرياضه المفضله الام محتاجه طبعا لراكت لانها بتمارس التنس. بعد كده عندنا بريجيت طبعا بتمارس السباحه لانها سباحه ماهره. في المستقبل جوليان بيتمنى انه يكون طيار، اما جوليان بيتدرب 3 مرات اسبوعيا. هنختار، انت بتسأل صديقك اين يمارس الاسكالاد اللي هو رياضة التسلق طبعا في الجبل، طبعا واضحة كلنا بقى حفظناها. بتصف هيئة لاعب، فبتقول هو طبعا مفتول العضلات وطويل. انت بتتحدث عن المعدات للاسكالاد، فبتقول طبعا قفازات وحبل. انت بتنصح صديقك عشان يفوز في المباراة، فبتقول اتدرب جيدا. فوترامي صديقك فوديموند بيسألك عن فريقك المفضل، فكاسكي فوديت ماذا انت تقول له؟ فبتقول له انا بشجع طبعا انكوراج، بشجع فريق ليفربول الانجليزي. بتشرح لماذا لا تلعب المباراة، طبعا انا عندي الم في الساق. اللي بعدها بتشير ان الرياضات اللي انت بتمارسها في البحر تشير ليها، بتحددها. طبعا هناخد رافتنج، لا زوارق المطاطية والسباحة. طبعا بتتحدث عن الطقس، عن حالته اثناء المباراة، فبتقول كانت بتمطر والجو كان برد. اما لو بنقول الوقت فالماتش بيستغرق 90 دقيقة. شوازي اختار الإجابة الصحيحة. أول جملة طبعا علي بيكون مريض، أنا زرته. هناخد لوي لأن روندر فيزيت من الأفعال اللي بتاخد لوي معاها بعدها عاقل. أوبجي طبعا جمع مذكر، فهناخد كال اللي فيها أس اللي هي أول واحدة. اللاعبين سون تون فورما، بيكونوا في الفورما. ماري أفهم، ماري جعانة، أعطيها ساندويتش، يبقى لوي طبعا لأن الضم ماري، فهعوض عنها بلوي. علي اموا علي وانا اونو بلاي نو راكيت، طبعا عشان اون هنا عايده على مين؟ على الضمير نو، على جمع يعني. ميزون فو اولادي او اطفالي، طبعا هنختار الاخيره مثبتة اونترينيفو. اللي بعدها اكي، الى من تكون الكره؟ ففي الاجابه قال اليتا ماريون، بتكون بتاعه ماريون. ليز ليف التلاميذ فون الير او جيمناز، وكلمه جيمناز يعني صاله الالعاب، ودي مذكر طبعا. لا بال اي اجولي، الكره بتاعه جولي، يبقى سي سا بال انها كرتها، يبقى دي صفه ملكيه واضحه قدامي. برافو جي سوي بور توني دي، انا مؤيد لرايك. جي انكوراج سيت كيب، انا بشجع هذا الفريق. جيمان ترينو جيمناز، يعني انا متدرب في صاله الالعاب. بيير فيدو لا ناتاسيون، يعني بيير بيمارس السباحه. وخدنا فيردو لا واستبعدنا الباقي على اساس طبعا يا اما مذكر يا اما فيرب جوي، طبعا ما بيجيش معاه الالعاب الا بكره او بعصا او بأدب. اللي بعد كده ليسون تروا، الدرس الثالث، وده قبول ورفض طبعا الأنشطة والاقتراح، وكلماته مهمة جدا وبيجي عليه جمل كتير قوي عندنا، فناخد بالي منه كويس وناخد كلماته. هنعمل القطعة مع بعض طبعا. سليم فريد، أهلا فريد، يومي بيبتدي السي باص بيدور بطريقة جيدة جدا في النادي. أنا بذهب للتدريب بتاع كرة القدم الساعة 9. أنا ببتدي التدريب ب 15 دقيقة من التمارين البدنية، بعد ذلك المدرب بيعطينا بعض النصائح، ثم نتوجه ثم نقسم إلى فريقين وبنلعب المباراة 90 دقيقة. أمي دي الظهر بقى الساعة 12 باخد دش وبذهب إلى المطعم لتناول طبعا وجبة الغداء الخفيفة. وجبة الغداء الخفيفة. الساعة 3 أنا بتدرب في حمام السباحة بتاع النادي لمدة ساعة. لا ناتاسيو السباحة دي هوايتي، برفوع أحيانا أنا بمارس الفي تي تي ألا مونتاني في الجبل طبعا مع أولاد عمي. أنا بمارس هذه الرياضة العنيفة 3 مرات شهريا أثناء الأجازة فقط. اتوا وانت ايه الرياضة اللي انت بتفضلها؟ طبعا ناخد بالنا من الموضوع ده كويس. بعد كده عندنا اول واحده طبعا بتقول دانيال بيتناول الغداء الظهر طبعا.
الماتش بتاع كرة القدم طبعا احنا عارفين انه بيستمر ساعة ونصف. ايناري ديمي دانيال بيمارس الفي تي تي في الجبل مع اولاد عمه، يبقى المونتان في الجبل. دانيال بيقضي في تدريب السباحة، هو بيقول لي ايناري ساعة، هو بيتدرب في حمام السباحة الساعة 3 وبيقضي هناك ساعة لمدة ساعة. الفي تي تي ستانس بوركس ترام، رياضة عنيفة طبعا واحنا خدناها قبل كده وعارفينها. طبعا دانيال هنا بيتكلم عن رياضاته المفضلة. في ثلاث شخصيات عندنا بيقول اي رياضة انت بتفضلها. اول واحد اسمه انطوان بيقول انا بحب الهدوء ولهذا انا بفضل ان انا اعيش في الريف بعيدا عن الضوضاء وبمارس اليوجا، ده رياضة انا بتعلم منها طبعا الباسيونس الصبر وان انا اكون في سلام. اما الشخصية التانية اللي هو فينسون بيقول انا بعشق الرياضات بتاعت الكومبات بتاعت المصارعات زي الكاراتيه في الجيمناز، بمارس كاراتيه في الجيمناز بتاع النادي مدينة نيس، وبذهب الى التدريب 3 ايام اسبوعيا وبقضي دوزيغ ساعتين الانترينمون، ساعتين في تدريب جيمي بريبار بور لو شامبيون جونيور دو تينيس، انا بستعد لبطولة الشباب في مدينة نيس في مدينة ناس كاراتيه. أما بريجيت بتقول أنا بمارس رياضة مائية سباحة بورفير، لممارسة هذه الرياضة يلزم زي بحر وهذه الرياضة تساعدني في الحفاظ على اللياقة الجيدة بتاعتي. أنا في أغسطس القادم أنا هشارك في بطولة العالم في سيدني، أمنيتي أو أنا بتمنى أن أنا أحصل على مكان جيد في هذه البطولة. ستان فريم ده منتدى عن طبعا لوجو سبورتيف الميول الرياضية. انطوان بيحب يعيش في هدوء طبعا. بعد كده بيقول لي بريجيت ايه بتكون، طبعا احنا عارفين بريجيت بتمارس السباحة، يبقى ناجيز سباحة. اخيرا فينسون بيفضل الرياضات، طبعا بالنسبة لفينسون الرياضات العنيفة اللي هي بتاعت القتال. فينسو بيجهز لبطولة في مدينة نيس طبعا. اليوجا بتساعدنا ان احنا نكون باسيون صبورين، يعني او ان انا اكون صبور. صديقك بيسألك ما اذا اللاعب بتاع الهاند في الجيمناز بيمارس ايه في الجيمناز، فاحنا بنقوله طبعا لاعب الهاند بيمسك ويلقي الكرة. اللي بعدها طبعا بتعطي نصيحة لصديقك الذي يمارس الاسكالات فبتقول له ارتدي خوزة. اللي بعدها طبعا انت بتقبل اقتراح فبتقول ده كو. رقم 16 طبعا صديقك بيسألك سيكوالو كانيونينج فبتقول له دي رياضة عنيفة. للتعبير عن الالزام بقول تو دوا فير، دايما استخدم كلمة دوا فير يجب ان، خلي بالكم ايه فو ان مايو ده تعبير برضو عن الالزام، بس تي دوا فير لولي يعني يجب ان ترتب سرير. فو بروبوزي انا ما، انت بتقترح لصديق ممارسه رياضه عنيفه. كاسك فو ديت فبتقول له لنمارس الفي تي تي اللي هي رياضه ركوب الدراجات. فو دي موندي انا ما، انت بتسال صديقك عن رايه سيو ان سبور اكستريم على رياضه عنيفه. كاسك فو ديت ماذا انت تقول؟ فبقول له طبعا رياضه عنيفه لابد اختار حاجه عنيفه، فباخد الاخرانيه كليتو انا فيسيو في تي تي. انت بترفض اقتراح فطبعا بتقول نو امبوسيبل، لا مستحيل. اللي بعدها بيير براتيكس سبور، يعني بيير بيمارس هذه الرياضه على مونتاني في الجبل عشان كلمه الجبل مؤنث. تيني فابا او جيمناز فقال له بلا، طالما الجملة منفية وأنا أكدت في الإجابة يبقى هقول بلا اللي هي سي. جيتي كونسي دو فير، بعد كونسي باخد طبعا مصدر فعل، طبعا هاخد فير هنا على أساس إن بعدها دي فهاخد فير لأنها بتاخد دو بعدها. الكلب جعان جلوي دون مونجي، يعني أنا أطعمته بالكروكيت أو أديته طعام، يعني جلوي دون دي كروكيت يبقى لوي. اللي بعدها تولي زيليف، كل التلاميذ دواف يجب ان ينتبهوا لان كل التلاميذ هنا بتسوي ضمير الى في كي اس. لا بوكس تان سبور، انا بوصف كلمه سبور فهاخد فيولون عنيفه اللي هي الاولانيه فيولون فين هي ايوه.
ناتالي بتحب ان تمارس، طبعا دي بادمنتون لان كلمه بادمنتون مذكر طبعا. تي ني جو با او تنس، فقالوا جو جي جو او فوت، ففي تغيير هنا ما بين الاجابه والسؤال. هناخد نو تي دوا تانتريني، يجب ان تتدرب. ساتي دي طبعا دو، دايما ساتي دي بتاخد دو مصدر فعل الدلاله على الاقتراح. جي سوي بور تون، انا مؤيد لفكرتك طبعا، هتبقى هنا تون. جي فودري سات كاميرا، كلمه كاميرا مؤنث طبعا، لكن اباري فوتو مذكر. افيك هو باي شيء انت تلعب تنس، قال له افيك ان ركيت بمضرب. بكده خلصنا الوحده الاولانيه، باذن الله استنونا على طول الحلقه الجايه، وعايزين نشوف دعمكم طبعا. وما تنسوش ان احنا كنا قلنا حاولوا ان احنا نجمع اكبر عدد مننا عشان نبدأ شرح الجرامير. أوروفوار، أشوفكم الحلقة الجاية.